واثق وان بتقول ان ده يعني طب حقق في الواقع. يعني لازم يبقى في احساس لدى المواطن انه لا ما فيش حد بيهرب من المساءله. هي دي الفكره. يعني حتى اذا كنا نؤكد على رفض الرقابه الدوليه والتاكيد على انها تمس بالسياده الوطنيه والتاكيد في نفس الوقت على دور مهم لمنظمات المجتمع المدني والاعلام، يجب ان تكون هناك اتاحه لهذه المنظمات وهذه الجهود وليست عرقله زي ما هنشوف في كثير من الاخبار اللي بتاكد النهارده على تعطيل يعني بعض المنظمات. منظمات بتطلب 7000 تصريح للمراقبة فبيتم منحها 700 فقط، والحديث عن بعض التصريح التي لم تمنح وحتى الآن. ولكن مشهد محزن آخر من الوفد، الصفحة الأولى، محافظ الإسماعيلية يعلن قيادة البلطجية بنفسه تحطيم مكتب صلاح الصايغ ورشقه بالحجارة. قام مجموعة من بلطجية الحزب الوطني على حد تعبير الوفد بالإسماعيلية فجر أمس بتحطيم المقر الانتخابي للنائب الوفدي صلاح الصايغ، وأكد النائب الوفدي أن البلطجية أنصار مرشحي الحزب الوطني، كما أكد أن هم من أنصار مرشحي الحزب الوطني، وأكد أيضا أنه هناك سيارتين تابعتين لمحافظة الإسماعيلية، الأولى نص نقل بتحمل رقم 50 والأخرى بيضاء بتحمل رقم 1323، قامت بنزع لافتات في جميع أنحاء مدينة الإسماعيلية. الوفد بتشير إلى أن اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية أعلن انحيازه السافر لصالح مرشحي الوطني، وأكد أنه سيمنع أنصار ومؤيدي الصايغ من الوصول إلى لجان الانتخابات، وأنه سيقود بلطجية الحزب الوطني بنفسه حسب ما نشرته جريدة الوفد. وإحنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ صلاح الصايغ مرشح حزب الوفد بالإسماعيلية. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، هنوطي التلفزيون بعد اذن حضرتك، هتسمعنا من التليفون يا فندم. اتفضل. شكرا يا فندم. يعني كيف تاكدت من انه السيد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيليه اعلن انه هيقود بلطجيه الحزب الوطني بنفسه كما نشر النهارده في جريده الوفد؟ وفي الحقيقه اتفضل حضرتك فندم، هتسمعنا من التليفون استاذ صلاح. انا جاتلي زارني قبل الوقعه دي بساعات. يا اهلا وسهلا حضرتك، هتسمعنا من التليفون ارجوك استاذ صلاح، هتسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. أيوة. من فضلك. معاكي 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 معاكي. هو جاء زارني قبل الوقعه دي بساعات قليله احد القيادات الوظيفيه بالديوان عام المحافظه، مسؤول كبير من المساعدين للمحافظ، زارني الساعه 8 بالليل وقال لي خلي بالك انا راجل اسماعيلاوي والمحافظ هيعمل معاك ثلاث اجراءات غير سليمه. وبعدين طبعا المحافظ اي محافظ بيجي يقعد 30 3 وبيمشي وبيغادر الاسماعيليه، اما احنا اولاد الاسماعيليه وشرف وش بعض، انا بقول لك المحافظ هيعمل معاك ثلاث اجراءات بالليل والليله دي هتشوف جميع اللافتات بتاعتك هتتشال، والمحافظ ادى امر اللي هو طارق رئيس مجلس المدينه هيشيل اللافتات بتاعتك انت ومرشحه الوفد بتاعت الكوتا وبعض المرشحين يبقى على خفيف كده يتشال لهم برضه يفط يعني. والمحافظ هياخد كلف احد المسؤولين بان يجيب صاحب قرايبه وهيحاولوا يمنعوك من النزول من بيتك اصلا وانت نازل يوم الانتخابات يوم الاحد. وثالث حاجه هيعمل اتوبيسات العاملين بالحكم المحلي وبالادارات المحليه واشتغل توجيه ان هم ينتخبوا مرشحي الحزب الوطني. طب اسمح لي يا استاذ صلاح، يعني معنى كده هذه الزياره كانت يعني الهدف منها تهديدك ام تحذيرك من بعض الخطوات اللي بتتخذ ضدك؟ تحذير وتهديد في نفس الوقت، وفوجئت بالفعل في نفس اليوم بالليل الساعة 2 بالليل في عربيات تحمل لوحات محافظة الإسماعيلية أرقام 1323 وأرقام 40 وأرقام 50
جم كل عربية فيها 5 موظفين مكلفين من رئيس المدينة الذي حصل على تعليمات من المحافظ، وبالفعل رجالتي ورجالي ومؤيديني كنت عامل حضري قاعدوا يجروا في الشوارع يطاردوا هذه السيارات. فأنا بصراحة اتفقت ورحت إلى مباحث أمن الدولة وتقابلت مع رئيس مباحث أمن الدولة وقلت له حصل كذا 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 كذا، وقدمت بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية، وأنا بأطالب الرئيس مبارك رمز مصر ورمز كل المصريين ورئيس كل الأحزاب الذي وعد وإحنا داخلين هذه الانتخابات التشريعية بناء على وعد الرئيس، والرئيس قال دي على مسؤوليتي الشخصية والانتخابات البرلمانية في رأسي، فأنا بأطالب الرئيس بعدم انحياز المحافظين وتدخلهم السافر في العملية الانتخابية. وده مؤشر خطير جدا بالتأكيد. ان مرشح الوفد او مرشح التجمع او مرشح الناصري او حتى مرشح الوطني كلنا مصريون، كلنا بنتنافس، وانا نائب الاشتعالية الحالي وباذن الله القادم انا بقول للرئيس ارجو تحكيم المحافظين، ارجو غل يد المحافظين بتدخلهم السافر. هذا المحافظ اللي جه في الاسماعيليه عمال يتحرك مع مرشحي الوطني ويعقد معهم مؤتمرات ويحضر مؤتمراتهم ويقول للناس اللي انتخب غير الحزب الوطني احنا هنحاسبه واحنا هنعاقبه، الكلام ده هل الكلام ده مسجل استاذ صلاح؟ هل الكلام ده مسجل؟ نعم. هل الكلام ده مسجل اللي قاله المحافظ زي ما حضرتك بتقول في بعض مؤتمرات مرشحي الوطني؟ في كل مكان، وحتى المحافظ قال وصرح في بعض الصحف اول امس ان هو قضيته شخصيه النائب الوفد صلاح ولا على جثتي ورجح النائب رمز صلاح. ازاي شتان بين الرئيس بيمنع واعطى تعليمات للمحافظين بالتزام الحياد، هذا بالاضافه خرق للتعليمات اللجنه العليا للانتخابات عدم التدخل رجال الإدارة في الأعمال الانتخابية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح الصايغ نائب في مجلس الشعب المنتهية مدته والمرشح عن الوفد في محافظة الإسماعيلية. الحقيقة كل هذه الاتهامات التي كالها السيد صلاح الصايغ لمحافظ الإسماعيلية كنا حابين أن احنا نسمع رد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية عليها، ولكن اتصلنا به وقالوا لنا أن هو في اجتماع حالا ومن ثم يصعب الرد على هذه الاتهامات. السيد صلاح بيتكلم على محضر قام بتحريره وتحدث عن أرقام سيارات تابعة المحافظة قامت بنزع لافتاته، وكانت هناك أيضا تصريحات منشورة على لسان السيد المحافظ أنه كل طلبات مرشحي ونواب الوطني مجابة ولكنه لا يعترف بمرشحين لأي أحزاب أخرى. ما هو ده المحزن، يعني أنت احنا فاكرين أنه كان الأستاذ أحمد عز المهندس أحمد عز قال قبل كده أنه صدر التعليمات لجميع أجهزة الدولة بأنها تبقى تحت يعني في خدمة مرشحي الحزب الحاكم، ودي طبعا دي حاجة يعني غير يعني غير عادلة بالنسبة لبقية الأحزاب. الحاجة الثانية انه في البعض بقى بياخدها يعني يطبقها على حسب رؤيته هو، يعني انا بشوف انه موضوع البلطجة ده موضوع ممكن يسبب فيما بعد كارثة لمصر. ان انت دلوقتي بتعملي كوادر بلطجة، كوادر البلطجة دي بتستخدميها النهارده في الانتخابات، بكرة ايه ده هتاكلها، عايزة تشتغل بالزبط. ما هي قاعدة فاضية بقى، هتقعد 4 سنين ولا 5 سنين، فبنلاقيها في الكورة، بنلاقيها في مشادة عادية ما بين جيران وبعضهم شوارع وبعضها. أنا البلطجية أنا شفتهم برضو، أنا شفتهم مرة كنت في مظاهرة احتجاجية مش فاكرة على ايه، وبعدين شفت على طول فجأة كده على الرصيف بصيت لقيت عيال جم ومفتولي العضلات وشكلهم فتوات، يعني فجأة طلعوا كده والأمن وراهم، يعني الأمن كده يعني شافهم وعارف انهم مش من المظاهرة، فيظهر ان ده بقى يعني نوع من الاتفاق ضمني في الدولة اللجوء إلى البلطجية، ودي في منتهى الخطورة، وده كمان دليل فشل، لأن أنا إذا مش قادر أقنع الناس ببرنامج انتخابي يبقى ومش قادر أقنعهم كمان بالرشاوي، ففوق البيعة أجيب لهم بلطجية، دي مصيبة.
يعني دي الحقيقة مصيبة، وأنا شايفة أن دي حاجة يعني 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 نقطة سودة في جبين مصر. احنا معانا على التليفون اللي هو عصام العتباني، مدير إدارة الإعلام والمستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية. صباح الخير سيادة اللواء. اللواء عصام العتباني في الاستوديو، واهلا بحضرتك من الإسماعيلية. انا بحييكم واهلا بك وسهلا. اهلا بك يا فندم. حضرتك سمعت معانا يعني الاتهامات اللي قالها نائب صلاح الصايغ ضد محافظ الإسماعيلية ومحافظ